مشاهدينا الكرام والمتابعين على صفحة تكمل العربية، أهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة المسائية مباشرة من صفحة تكمل العربية على فيسبوك. معكم المحلل التقني جزاف ظهري. بهذه الجلسة رح أشرح بعض التحاليل التقنية واستعمال المؤشرات مثل الـ MACD أو الستوكاستيك، هول المؤشرين اللي موجودين على منصة التداول، كيف ممكن نقدر نستفيد منهم، وكيف ممكن طبعا بأمور ومؤشرات بسيطة اوريدي موجودة ومحملة على منصة التداول طبعا اللي هي ميتا تريدر 4، كيف ممكن بكبسة زر نقدر نستفيد منها. ومش عم قلكم انه طبعا نقدر نجني أرباح طايلة من وراها ولا، ولكن نقدر ناخذ إشارات بسيطة لنقدر نقلص المخاطر الموجودة عنا بسوق الفوركس. اهلا وسهلا بجميع الموجودين معنا بهذه الجلسه، كونوا اكيدين انه طبعا رح تستفيدوا من هذه الجلسه، بوعدكم انه رح تكون جلسه مميزه بالنسبه لمؤشر الام اي سي دي ومؤشر طبعا الستوكاستيك اللي هو مؤشرين ممكن يكونوا عندنا بنقدر نستفيد منه بشكل اذا بدكم يومي. وطبعا المؤشرات الموجوده عنا على منصه التداول وبشكل سريع ممكن ندخلها طبعا بكبسه زر وحده، اذا دخلنا على رسم بيانه على سبيل المثال رسم بيانه النفط اوكي او رسم بيانه الذهب خلينا نقول، وكان عنا اياها بهذا الشكل وما عنا اي مؤشر عليها اوكي، كانت فاضيه بكل بساطه، ممكن بكبسه زر وحده اللي هي نضغط على اول كبسه على اليمين اللي هي تمبليت، يعني حد الساعه عندي هون الساعة باللون الأزرق، حد على اليمين عندي شيء اسمه تمبليتس، بضغط عليها وبضغط على لايرز اوكي. عند دخولي على اللايرز طبعا بتخلق رسم البياني لحاله مع مؤشر الام اي سي دي ومؤشر الاستوكاستيك اللي هن من خلالهم بقدر استفيد وطبعا اقدر اخذ اشارات بيع وشراء. هلا بالنسبه لنا اولا اذا بدنا نقوم بالتحاليل الاساسيه بدنا نقوم بكل بساطه بتحاليل مميزه اللي هي طبعا ابتدت تمشي والسيناريو ابتدى يمشي نفس التحاليل التقنيه اللي ابتدينا فيها، يعني كنا عم نتكلم على ارتفاع اليورو دولار وبالفعل عم نشهد ارتفاع يورو دولار لزياره مستويات مهمه جدا، وايضا كنا عم نشوف خلينا نقول بالعكس العكس صحيح الاسترليني دولار ايضا كنا عم نشهد ارتفاع له وايضا انخفاض للدولار كاد، وكنا قلنا نحن وتكلمنا على انخفاض الدولار الكندي وزوج الدولار كاد اللي هو ممكن بالايام القادمه يرجع يزور اقلهم مستويات ال 131.80 اللي هو اول متوسط متحرك، وايضا اذا بدي اخذه بعين الاعتبار من اخر قاع لاخر قمه بكل بساطه بنكون عم نزور تقريبا بالضبط مستويات ال 50% او ال 61%. فطبعا يعني استاذ حميد اهلا وسهلا فيك، يلا رح تكون سريعة هذه الجلسة تستفيد من الام اي سي دي، خليني بس اشرحها بشكل سريع يلا. لكن الانخفاض تبع الدولار كاد كان متوقع انه يرجع يزور هذه المناطق، وبالفعل الانخفاض صار 300 نقطة للدولار كاد وبشكل سريع، كنت قلت لكم عن بداية سنة جديدة ما تتوقعوا انه يصير عندنا اشارات انعكاسية، هلا اللي صار عندنا انه الدولار كاد ابتدى بالاتجاه المعاكس، والاتجاه اللي كنا عم نتكلم عليه ومن ورا 7 سوينج هاي كنا عم نتكلم على امور اكثر من واضحة، وبكل بساطة من باستعمال خطوط المقاومة الدعم والمقاومة كنا عم نشهد هذا المثلث او 7 سوينج هاي. شو يعني 7 سوينج هاي؟ يعني بكل بساطة عم نشهد هذا الارتفاع والانخفاض بشكل 7 مرات إذا بدكم متكررة، تلقب بال 7 سوينج هاي اللي هي أصلا منطقة تصحيح ميل على ارتفاع. هلأ نحن بكل بساطة بجلسة الصباحية كنا تكلمنا على أنه هذه القمة ممنوع يتم اختراقها من قبل الدولار كاد، يعني وصوله إلى قمة أو لاجينج أوطى من القمة الموجودة عنا بالسابق هذا هو المتوقع للدولار كاد لنبتدي بالاتجاه المعاكس. هلأ الشيء الآخر اللي كنت بدي أتكلم عليه هو المؤشرات، إن شاء الله يكونوا واضحين المؤشرات اللي هو على سبيل المثال مثل الام اي سي دي. مؤشر الام اي سي دي لما اجي اتكلم انا على مؤشر الام اي سي دي شو بكون عم بتكلم؟ بكون عم بتكلم على اول شيء خطوط او البارز باللون الاخضر اوكي اللي عم تشوفون امامكم، البارز باللون الاخضر هذه البارز اوكي او الشموع خلينا نسميها باللون الاخضر، وايضا عندي المتوسط المتحرك الاحمر اللي عم تشوفوه اوكي عم بيرتفع وينخفض طبعا فوق السعر وتحت السعر او فوق خلينا نقول بارز وتحته. هلا بالنسبه للام اي سي دي عندي شغلتين ممكن نستفيد منها، اول شيء لما يكونوا البارز بعضهم اذا بدكم بالاتجاه الصاعد او عم نسجل اذا بدكم شموع باللون الاخضر اعلى من بعضها البعض بهذا الاتجاه، يعني السوق خلينا نقول بعضه بالاتجاه العام الصاعد. اول ما نبتدي خلينا نقول نبتدي بالاتجاه الهابط بنكون عم نشهد بارز اوطى من بعضها البعض مثل ما عم نشوفهم هلا، يعني ابتدى زخم الارتفاع يخف. اذا في حال قلبنا تحت مستوى الصفر، هذا مستوى الصفر والدوتد لاين عم تشوفوه امامكم، اذا قلبنا تحت الصفر
هيدا يعني مثل هون على سبيل المثال تحت الخط او تحت الصفر، هيدا بيعني انه طبعا ممكن نكون نحن وصلنا لمستويات مهمه جدا. هلا فصلنا خط الصفر باللون الاحمر، اوكي؟ هيدا يعني ابتدينا بالنيجاتيف اريا، يعني ابتدينا بالخط السلبي والضغط السلبي على رسم البياني. فالام اي سي دي اول مؤشر ممكن نستعمله هي البارز. لما يكون البارز تحت خط الصفر يعني باشاره سلبيه او بنيجاتيف ترند مثل ما عم تشوفوا، لما يكون البار عم بيتراوح فوق الخط، اوكي، بكل بساطه يعني نحن باتجاه عام صاعد. فبكل بساطه طبعا هذا اول هذه اول اشاره ممكن ناخذها من الام اي سي دي. هلا ثاني اشاره بكل بساطه هي التفاف المتوسط المتحرك الاحمر مع البارز. شو يعني؟ يعني لما البارز على سبيل المثال هون المتوسط المتحرك الاخضر، اوكي، اخترق البارز، خلينا ناخذ هلا اخر مرحله، المتوسط المتحرك الاخضر، خلينا نقول عفوا البارز باللون الاخضر اخترقوا المتوسط المتحرك الاحمر صعودا، فبهيدي الحاله اعطينا اشاره ايجابيه للسوق. وعند التفافه واللون الاخضر او البارز يخترقوا الاحمر باتجاه الهابط، طبعا هيدي اشاره سلبيه وابتدينا ناخذها. ما في شك انه الام اي سي دي رح تجي مؤخره شوي، ما في شك انه نحن منه هذا هو المؤشر الممتاز اللي انا رح اوعدكم فيه انه رح تعملوا اموال طائله منه ورح تخربوا سوق الفوركس، طبعا لا، ولكن هذا مؤشر ممكن يفيدنا بشكل او اخر، وخاصه على رسوم بيانيه 4 ساعات وما فوق. بعرف للاسف كمضاربين نحن بنحب الرسوم البيانيه الاصغر وشيء اسرع، ولكن بالنسبه للسوق ومخاطر السوق اللي اصبحت موجوده عندنا بسوق الفوركس بهذه الفتره الزمنيه، انتم عارفين انه عم ننقل تجربتنا المضاربه ل يعني السكالبينج، يعني لتجربه اذا بدكم طويله الامد اللي هي ممكن تعطيني اشارات جديه وتكون افضل للتداول. هلا بالنسبه لي انا وبالنسبه للتداول بشكل يومي، الاسعار الذهب انتم عارفين هلا انه عندي تقريبا خلينا نقول عده مراكز داخلين فيها على رسم بياني. الاويل داخل بمركز بيع يورو كاد، خلينا نقول هلا طبعا اليورو كاد على ادنى مستوياته، وداخلين بمركز بيع اسعار الذهب. خلينا نشوف اسعار الذهب شو عم تسجل هلا مستويات الحاليه، اوكي 86 90 داخلين بمراكز بيع عم تشوفوها سيل بوزيشن، اوكي عم تشوفوا خطوط الخضر مع وقف خساره. كنت قلت لكم انه المركز البيع التابع لاسعار الذهب طبعا بكل بساطه هلا مربحتني اليورو كاد، اوكي اليورو كاد مربحتني 756 دولار. هذا هو المركز اللي كنت قلت لكم عنه مركز بيع اليورو كندي، وعندي مركز الذهب اللي هو ب 0.3 مربحتني 150 دولار، يعني عندي 918 دولار ربح. عم تنتبهوا جزء من العقد 0.3 ب 0.3 ما عم بدخل بعدد عقود ضخمه كرمال تقولوا هيدا عم يجني مال من عدد العقود الطايله اللي عم يفوت فيها، عم بدخل ب 0.3 لخلي التجربه تكون حقيقيه للاشخاص اللي عم بيتابعوني بالجلسات المباشرة بشكل يومي. 0.3 ما تقولوا لي انه معظم الاشخاص ما هم قادرين يفوتوا فيها، يعني اذا عندهم حساب خليني اقول 200 دولار او 300 دولار او ما بعرف قديش، حسابات صغيرة طبعا ممكن ايضا يدخلوا ب 0.2 و0.3. هلا مركز بيع على اسعار الذهب، ليش مركز بيع؟ لانه كنا تكلمنا على خلينا نقول النمط الاحتوائي الموجود عندي على رسم بيان الذهب، ومن وراء هذه الشمعة اللي شاهدناها على رسم بيان الأربع ساعات واليومي، هذه الشمعة البيضة التابعة لفريق الدبب اللي هي سجلت لي نمط احتوائي اللي هي احتوت الشمعة السابقة أو الشمعة اللي قبلها، سجلت مستوى أعلى منها وأغلقت تحت افتتاحها، أعطتني إشارة سلبية على أنه أتوقع اتجاه هابط للذهب. هلأ وين الهدف طبعاً؟ على طول معظم الأشخاص وين خطأهم بيكون بسوق الفوركس؟ أنه ممكن يلاقوا نقطة دخول ولكن ما بيقدروا يلاقوا نقطة خروج. طبعا نقطة الدخول هي مهمة لنلاقيها، ولكن ممكن بإشارة معينة، ممكن باستعمال فيبوناتشي، ممكن باستعمال أي تحاليل تقنية بسيطة نقدر ناخذ نقطة الدخول، تمام؟ ولو ما كانت نقطة دخولنا مميزة، ولكن نقطة خروجنا وين؟ وين الهدف طبعاً؟ هل يا ترى حدا بيقدر يعرف وين تحديد السوق أو وين السوق لوين رايح؟ طبعا لا. ما حدا ولا أي محلل تقني ولا أي مبرمج ولا أي اكسبرت ادفايزر ولا أي طبعا هاتش فند ممكن يحدد السعر لوين رايح. السعر رح يمشي وياخد مجراه. بكل بساطة نحن كمحللين تقنيين بدنا نستعمل بعض المؤشرات. المؤشرات ممكن تكون كالأليجيتر أو مؤشر التمساح،
بكل بساطة على رسم بيان صغير اللي هو 30 دقيقة أو الساعة، أوكي؟ بننتظر التفاف متوسطات المتحركة مع بعضهم البعض، هون عندي ثلاث متوسطات متحركة، عند التفافهم مع بعضهم البعض بقدر آخذ إشارات واضحة لأنه ممكن نقدر نخرج من السوق. هلا بكل بساطة خليني أعطيكم مثل، إذا بدي أدخل على رسم بيان 30 دقيقة، اوكي، هلا ابتدينا ناخذ اشارات سلبيه على اسعار الذهب لانه المتوسط المتحرك الاحمر اخترق الازرق، عند الاخضر بعده متاخر شوي ولكن ممكن يخترق. فور اختراقه ويصير المتوسطات المتحركه المتحركه ماشيين بالاتجاه الهابط مثل ما عم تشوفوا بهذا المثل امامكم، والاخضر تحت الاحمر تحت الازرق، بهيدي الحاله ممكن نحن ناخذ اشاره جديه على انه الاتجاه الهابط قد ابتدى وبشكل جذري وبشكل جدي. اما الخروج من مراكزنا بكل بساطه هي انتظار المتوسط المتحرك الاخضر لالتفافه واختراق الاحمر بالاتجاه الصاعد والازرق طبعا بالاتجاه الصاعد، بهذه الحاله بنكون اخذنا اشاره جديه على انه ممكن السوق يرجع يلتف بالاتجاه الصاعد. هلا نحن على اسعار الذهب على رسم بيان اليومي طبعا عندنا بعد اشاره ايجابيه لانه المتوسطات المتحركه مثل ما شايفينها بالاتجاه الصاعد، اما الاستوكاستيك سجل لي مستويات مهمه جدا اللي هي مستويات او منطقه تشبع بالشراء. الاستوكاستيك هو المؤشر اللي بيعطيني منطقه تشبع بالشراء، كل ما يوصل لمستويات محدده بيبتدي بالانخفاض، كل ما يوصل لمستويات فوق مستوى ال 80 بيبتدي بالانخفاض، اوكي؟ عم تشوفوا هذا التاريخ، هلا وصلنا لمستويات ال 80 نتوقع انخفاض، هلا هذا الانخفاض شو يعني؟ يعني عم نتوقع يا اما موجه تصحيه لاسعار الذهب لزياره مستوى ال 1250 1240 كمرحله اولى، يا اما طبعا ممكن نرجع نشهد اشاره انعكاسيه لاسعار الذهب، وهذه القمه اللي تم تسجيلها عندي على اسعار الذهب بكل بساطه ممكن تكون موجه رقم اربعه كنا تكلمنا عليها، اوكي، اللي هي ممكن تكون نهايه الذهب لبدايه الكورتر 2019 ونرجع نستهدف مستوى ال 1120 على المدى القريب وبالجلسات القادمه. هلا مستويات ال 1120 هي المستويات المنتظره، ليش منتظره؟ لانه على رسم بين الاسبوعي، اوكي، على رسم بين الاسبوعي خليني اقول عندي قمه مزدوجه او دبل توب، والدبل توب او القمه المزدوجه اللي بتكون موجوده عندي على رسم البيانات على طول يليها، اوكي، بيلحقها شيء اسمه دبل بوتم. دبل بوتم بكل بساطه او قاع مزدوج، هذا القاع اللي هو على 1120، نتوقع تثبيت هذه المنطقه قبل ما نبتدي باشاره شراء عن جديد. هلا هونيك من وراء وصول اسعار الذهب لزياره مستوى ال 1120 من ثم بنرجع بنفكر طبعا يعني اذا في حال عندي اشاره شراء عن جديد او اختراق خط دعم لتكمله اتجاه الصاعد الهابط. عفوا استاذ احمد، اهلا وسهلا فيك، حياك الله، اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا بالجميع. طبعا ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسه، الجلسات المسائيه بدخل فيها بعض المؤشرات، بعض هيك الخلطات الغريبه العجيبه كرمال يكون عندنا بعض المعلومات العامه، كل ما نجني معلومات عامه كل ما يصير عندنا نتمكن من حالنا شوي شوي اكثر واكثر لنقدر نكون عم نتخطى صعوباتنا بسوق الفوركس. ما في شك انه السوق عم بيصير اصعب يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنه بعد سنه، ما في شك انه الامور عم بتصير اصعب، ولكن نحن عم نجرب انه نحول التجربه الناجحه لطبعا نقدر نكون عم نحتار على السوق بطريقه مميزه ونقدر نستخرج بعض فرص الاستثمار. ما في شك انه السوق صار اصعب من الايام السابقه، ما في شك انه يلي ما عم بيقدر يغير استراتيجيه التداول تبعه يعني بعده عم بيتداول بشكل خطا. هلا الاشخاص اللي بيتداولوا بالديمو اكونتس، وعليكم السلام استاذ رفيق، اهلا وسهلا فيك. الاشخاص اللي بيتداولوا على الديمو اكونتس بيقولوا انا بربح على حساب الديمو اكونت، اوكي، وبخسر بالحساب الحقيقي، شو السبب برايكم؟ بكل بساطه عامل الخوف هو السبب الرئيسي. شو يعني؟ يعني اوقات بالديمو اكونت او بالحساب التجريبي بنفتح مركز نحن وبننسى امره انه موجود. شو يعني بننسى انه موجود؟ يعني بنغيب، بنعيش حياتنا، بنسكر جوالنا، بننسى اوقات الحساب لانه منه مال حقيقي، صح؟ فبهيدي الحالة منغيب عن الحساب وبنرجع بنشوف انه المركز ربحان. يعني ممكن لما نعمل قراءة بكل بساطة السوق بسيط، يعني يا اما اتجاه عم صاعد يا اما هابط، عندك 50% طلوع 500 50% نزول، صح؟ بكل بساطة ما عندك شيء اسمه خليني نقول شيء عويص، ولكن شيء العويص هي التقلبات للشموع اليابانية اللي بتخلي المستثمر أو المضارب يعيش على أعصابه كرمال لا يعمل شيء اسمه بانيك أتاك أو نوع من الذعر اللي هو بخليه يغلق مركزه ويرجع يمشي السوق بالاتجاه الصحيح اللي هو كان مختاره. بيرجع بقول والله انا كنت شايف انه السوق بده يطلع او انا كنت شايف انه السوق بده ينزل، ولكن هل انت استفدت منه؟ طبعا لا.
لانه اغلقت مراكزك قبل بوقت. مش هيك لما تعرض وقف خساره لازم تحترم وقف الخساره، لازم تنتظر ما تغلق مركزك قبل ما يلمس، يا اما وقف الخساره لا سمح الله، يا اما تحديد الربح او التيك بروفيت. فهذا هو السيناريو او استراتيجيه الانسب. لتغيب عن المركز تبعك لازم تغلق جوالك، لازم تغلق اللابتوب تبعك، ولكن للدخول بمركز على المدى الوسط للطويل او طويل الامد لتقدر تعطيه مجال او مجرى كمان يقدر يمشي معك السوق، بكل بساطه بدك تختار رسوم بيانيه وتايم فريمز على 4 ساعات وما فوق. يعني انا اذا في حال بجلسه امس او بجلسه صباحيه اليوم اخذت اشاره، وبكل بساطه عارفين انه انا اخذت اشاره على نمط الاحتواء الى اسعار الذهب، وقلت انه هذه اشاره سلبيه واتوقع تكمله اتجاه الهابط بالجلسات القادمه لزياره مستوى 1200 و47 1200 وخلينا نقول 40 هذه المنطقه المنتظره لاسعار الذهب. طب هل يا ترى من هنيك رح نرجع نكفي اتجاه الصعد او الهابط؟ طب ما بدي افكر بهذا الموضوع، ما بدي افكر، انا خليني استفيد من هذا الانخفاض من 1287 ولا لل 47، خليني احدد تيك بروفيت او تحديد ربح. بكل بساطه بحدد هذه المنطقه كتحديد ربح او كتيك بروفيت وبنسى امر المركز. نمط الاحتواء على رسم بيان اليومي لوجيكلي او منطقيا اذا بدي اتكلم، رسم بيان يومي لما اخذ اشاره عليه بده يمشي بالذهب اقل او 5 أو 10 دولارات، صح ولا لا؟ او 15 دولار. لما اتكلم على رسم بين 4 ساعات بدي امشي بين 5 إلى 9 دولارات. لما اتكلم على رسم بين الساعه بدي اتكلم بدولار لا 3 4 5 دولار. لما اتكلم على رسم بين ال5 دقائق بدي اتكلم على انجا نص دولار لدولار ونص. فبهيك الحاله نحن لما ندخل ونشوف اذا بدكم اشاره معينه على رسم بين يومي، يعني اقل عند 10 او 15 دولار ممكن استفيد منها. ولكن هل يا ترى الارباح راح تكون سريعه وينخفض السوق بشكل سريع وتجني الارباح بشكل سريع؟ ممكن، ولكن ممكن طبعا تكون بالعكس، يعني ممكن يكون اشاره بطيئه وينزل السوق على مهله كرمال تقدر تاخذ التيك بروفيت او تحديد الربح. بالنسبه للمؤشرات استاذ احمد الاستوكاستيك والام اي سي دي، منا قلت لكم منا المؤشرات الانسب خلينا نقول كرمال لتكون عم نجني ارباح طائله فقط من هذه المؤشرات، ولكن انا بقدر اكد لك انه هذه المؤشرات هي بكل بساطه مؤشرات ممكن تفيدنا باخذ بعين الاعتبار لناخذ اذا بدكم اشاره جديه او انعكاسيه ونقدر نحدد انه هذه بدايه انعكاس. تمام، انا اهم شيء اقدر احدده بالسوق انه عندي اتجاه عام صاعد، صح؟ انت وين تتداول كمستثمر؟ كمستثمر اذا انت قلت لك عندي اتجاه عام صاعد، اوكي، لاسعار الذهب مثل ما عم بتشوف اتجاه عام صاعد ومن الواضح انه السوق طالع، طب انت شو بتعمل هون؟ انت نفسيتك ما بتسمح لك انك تدخل بمراكز شراء، صح ولا لا؟ انت كمستثمر اذا بدك تدخل بمراكز شراء بتحب تشتري على القاع، واذا بدك تبيع شغلة معينة بدك تبيع على القمة. نفسية المستثمر وطمع المستثمر بتخليه يا اما يشتري على القاع يا اما يبيع على القمة. فبهيدي الحالة انت لما يكون السوق طالع بدك تنتظر اشارة انعكاسية لتقدر تدخل بمراكز بيع، وهذه هي الفترة الوحيدة اللي ممكن تستفيد منها اذا بدك ترجع تدخل بمراكز معاكسة للاتجاه العام، صح؟ لأن لتدخل مراكز شراء على القمة ما رح تدخل، هلا نكون صريحين مع بعضنا البعض. كملها تدخل بإشارة انعكاسية وترجع تختار اتجاه هابط من وراء اتجاه عام صاعد بدك إشارة انعكاسية. هون بيجي دور الام اي سي دي واختراق اذا بدكم الشموع الخضر للمتوسط المتحرك الاحمر اللي عم تشوفوه امامكم. هذا الالتفاف والكروس اللي عم تشوفوه هي إشارة سلبية ونيجاتيف إذا بدكم، لا تعطيني إشارة بيع، وأتأكد إنه مراكز الداخل فيها لازم أنتظر، لازم أستنى عليها كرمال أقدر أجني بعض الأرباح. وأيضا الاستوكاستيك عطيني منطقة تشبع بالشراء أو طبعا بالأوفر بوت بوزيشن اللي هي منطقة تشبع بالشراء اللي هي فوق مستوى 80، وبالعكس صحيح تحت مستوى 20 هي منطقة تشبع بالبيع. فهذه المستوي مستويات بيع وهذه مستويات شراء. هلا مش بالضرورة إنه مستويات الشراء هلا ثابت هون إنه على القاع، اوكي، مستويات القاع لما استوكاستيك كان على ادنى مستوياته كان الذهب وصل على القاع وابتدى الارتفاع، ولما طبعا الاستوكاستيك وصل اذا بدكم للقمه او الاوفر بوت تقريبا كان على القمه وان شاء الله بيبتدي بالهبوط لانه نحن داخلين بمراكز بيع. ولكن هذه المؤشرات اعطتني اشارات انه ممكن يكون عندي اشاره انعكاسيه بالجلسات القادمه. هذا هو فقط اللي بدي انا اخده او الاشاره اللي بدي اخذها من السوق. خلينا ندخل شوي صغير على المؤشرات الأمريكية والتقلبات اللي عم نشهدها. شو اللي خلى أسعار الذهب
تعمل إشارة انعكاسية هلأ وترجع تنخفض من مستوى 95 لل 87، هي ارتفاع المؤشرات الأمريكية اللي عم تشوفوها. بكل بساطة كنت قلت لكم أنه عندي إشارة انعكاسية، انتبهوا أنه ممكن السوق يرجع يرتفع ويسجل قمم جديدة بالسوق الأمريكي، لأنه دونالد ترامب عم بيكون من الأشخاص وعم بيشتغل بشكل مظبوط وشكل دقيق على اقتصاد الولايات المتحدة، وعم بيخلي الثقة ترتفع عند المستثمر وعند الكونسيومر وأيضا عند المستثمرين الغرب اللي هن طبعا بالدول الكبرى الاخرى مثل بريطانيا ومثل الدول العربيه. كل العالم عم بتجهد تستثمر بسندات الخزينه التابعه للولايات المتحده، وهذا الشيء رح يزيد الطلب على الدولار الامريكي. وطبعا بحكم العلاقه الايجابيه بين الدولار الامريكي والمؤشرات الامريكيه بالوقت الحالي، وطبعا هذا شيء جديد ما كان موجود بالسابق، كان عندي علاقه عكسيه بين الدولار الامريكي والاندسز، ولكن من وراء العلاقه الايجابيه اصبح عندنا اذا بدكم سوق خلينا نقول خطير بالنسبة لهذا الموضوع. وارتفاع المؤشرات الأمريكية بتعني آخر موجة ارتفاع لأسعار الدولار إندكس. عند دخولنا خلينا نقول على الدولار إندكس، دولار إندكس خلينا ندخل على موقع نشوف الـ USD Futures. USD لك الـ Volatility Index أو مؤشر الخطورة، مؤشر الخطورة أو الفولاتيلتي إندكس أو مؤشر التقلبات، كنا شاهدنا بشهر فبراير 2018 ارتفاع حاد ومن ثم سايدويز موفمنت أكثر من بطيء، وهلأ ابتدينا شوي صغيرة نسجل قمم وقعون بالاتجاه الصاعد، يعني ابتدينا نشهد شوية فولاتيلتي بالاتجاه الصاعد. هلأ بالنسبة لنا طبعا الـ USD أو الدولار إندكس اوكي هو من العملات الرئيسية اللي ممكن تكون عندي بكل بساطة موجودة طبعا بارتفاع او خلينا نقول بداية موجة صعود جديدة. دولار الامريكي عنده اتجاه عام صعب، ما في شك انه ممكن اذا فحل لقى بعض خطوط الدعم قرب هذه المستويات نرجع نبتدي الاتجاه الصاعد لتسجيل اذا بدكم اخر موجة لزيادة مستوى 90 و 98 دولار. هذه بالنسبة للدولار الأمريكي، وهذا الشيء ممكن يؤدي لضغط سلبي على الأسعار الذهب، على خلينا نقول سعر أونصة الذهب 1287 1280، وأيضا ارتفاع خلينا نقول الدولار ين والدولار كاد عن جديد. الدولار كاد عم يسجل مستويات 132.98، هذا راح يكفي اتجاه الهابط، ومن وراء هذا الزخم والمومنتوم طبعا ممكن يكفي باتجاه الهابط. ف بالنسبة لنا آخر موجة ارتفاع للدولار الأمريكي واردة جدا، وبهذه الحالة ممكن نرجع نلتف بالدولار كاد ونرجع نلتف بأسعار الذهب الاتجاه العام الهابط. أما بالنسبة لأسعار النفط شو ممكن يصير عنا؟ بالنسبة لأسعار النفط ما في شك أنه بعد في ضغط سلبي، بغض النظر عن هذه الموجة التصحية اللي عم نشهدها بالاتجاه الصاعد، ما في شك أنه بعد في ضغط سلبي. عندي خلينا نقول نيجاتيف ترند أو بيرش ترند تم اختراقه أو خط مقاومة تم اختراقه عندي من قبل النفط، إشارة انعكاسية وارتداد من هذه المستويات لزيادة مستوى 45-80 وارد جدا قبل ما نكفي اتجاه الصاعد، فبهذه الحالة ممكن نستفيد من هذا الارتداد. خلينا نشوف إذا ممكن نقدر ناخد إشارة انعكاسية من السوق، وبكل بساطة طبعا على رسم بين الساعة، يعني هذا الفورميشن اللي تم تسجيله عندي على أسعار النفط أنا كتير بقدره كتير كتير كتير، وهذا المثلث الميل على الارتفاع اللي بحبه اللي بيعطيني إشارة انعكاسية إنه ممكن السوق يبتدي بالانخفاض أقله لزيادة مستوى 45-80-85 قبل ما نبتدي بالاتجاه الصاعد. فمن هون طبعا ممكن نرجع نبتدي نشهد إشارة انعكاسية لأسعار النفط قبل ما نرجع نفكر بإشارة شراء. ممكن نرجع نزور مستويات ال 45-85 أو 45-85 ونرجع نرتد باتجاه الصاعد. فطبعا أسعار النفط من هون أسعار مميزة جدا لمراكز البيع، وطبعا بحيز مراكز البيع أكثر من مراكز الشراء، ولكن ممكن كفي على المدى الوسط للطويل المرحلة التصحية بالاتجاه الصاعد. إذا في حال بتكون فكروا بمراكز بيع ما تنسوا أنه تدخلوا وقف خسارة تقريبا على آخر قمة موجودة عندي اللي هي تم تسجيلها من قبل أسعار النفط اللي هي قمة 49.65 أو 49.65 كحد أقصى. أنا بشوفكم بجلسة صباحية غدا كما معكم المحلل التقني جذب ظهرية من شركة تكمل مباشرة. إلى اللقاء.